ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن هذا وعظ تذكير من الله سبحانه وتعالى بدعاء هؤلاء المؤمنين الراسخين في العلم، وأن سبب حملهم المتشابه على المحكم وتعلمهم أو تفقههم على بصيرة هو خوفهم من ذلك اليوم الذي تنكشف فيه خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذاك اليوم فقط هو الذي يظهر فيه للناس زيغ هؤلاء أهل البدع، تسود وجوههم، يفضحون عند الخلق بسواد وجوههم، لأنهم أظلموا طريق السنة بآرائهم المضلة، فلم يحتجوا بالسنة والمحكم تجب المتشابه. فذلك اليوم الذي لا يخلف فيه الميعاد والله الذي جامع فيه الناس هو الذي خوفها الراسخون في العلم من أن يسلكوا مسالك أهل البدع في الاستنباط والاحتجاج لأهوائهم، لأنهم يعلمون أن الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، حينئذ تنطق جلودهم وأرجلهم وأيديهم كما في سورة ياسين بما كانوا يكسبون. فلا يقدر ذلك اليوم على أن يخون الله، فليس بينه وبينه ترجمان، فيسود وجوههم فضيحة لهم سبحانه وتعالى. فليبشر صاحب السنة الذي يقول في نفسه الآن متى يفضح صاحب البدعة، متى يفضح صاحب البدعة، ويطول به الانتظار، يبشر أن الله إذا ما فضحه في الدنيا فهو استدراج لتعظيم عذابه، وفي الآخرة سيفضح بأن يسود وجهه، فيعرف أهل الموقف كلهم أن هذا صاحب بدعة خبيث كان يبتدع في الدنيا، نعم، ويظلم طريق الناس عن معرفة السنة بذكر المتشابه لهم، يوعر طريق السنة بذكر المتشابه، فأظلم الله وجهه يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. كذلك صاحب السنة، كم وكم سمعناه في كل مجلس يحتج للسنة وينتصر لها ويرد على أهل الأهواء ويبين التوحيد ويرد على أهل الشرك والنفاق، وحينئذ وضح للناس طريق السنة وهي النور، فنور الله وجهه يوم القيامة يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. فاللهم بيض وجوهنا بالعمل بالسنة مخلصين لك الدين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.